صار الوقت، تعال ننام حبيبي. مظبوط، حاجتنا. الو، طيب ابراهيم بيك هالتليفون يا بيك؟ خير، شو صاير لي اتصل بهالوقت؟ الو، مشي الحال معلم. لك انت شو عم تخبص؟ امتى صار هيك؟ هلا؟ ماشي ماشي، مسافة الطريق وبكون عندك. سلمى راح المخزن. ليش وصل للمخزن؟ عم بيقول لي انحرق وما بعرف شو صاير هنيك. اتركيني روح شوف هالمصيبة، لازم روح. استنى انا بجي معك. حياتي انت ما فيك تعملي شيء، الشرطة والاطفائية هنيك، انت خليكي هون لو سمحتي. شي؟ شغلتها سهلة، عيارة كم لتر بنزين وكم عود كبريت ومنطلع خالصين. بس بتعرف قد ما كان هالمخزن ملكك، ما تضايقت لأنه حرقته بكيفك؟ بالعكس مبسوط. سألني ليش لشوف. ليش؟ لأنه اللي بيرضى بالقليل ما بيقدر يوصل لهون يا روح الله. صحتك والبها إلى بعدين، لساتنا بأول الطريق. ابني ليش عم تلعب؟ ما تاكل اكلك وتخلصني. ليك هلا بيصلوا رفقاتك وبتروح على المدرسه ومعدتك فاضيه. ليك عم باكل امي. خلصوا دهان وتصليح بالمشغل. لازم يكونوا خلصوا، رح روح بعد شوي ونبلش دوام. رح تشتري لي تلفزيون ما هيك؟ نشتري اليوم. الله. خلاص خلاص. لا ليك يا امي، انا رح استناكي بعد المدرسه عند بياع التلفزيونات. ماشي، نشتري منجيبه على البيت. وشو بيعرفك انت وين بياع التلفزيونات؟ بعرفه، رايح شايف عنده كل التلفزيونات. طيب ماشي، بنلتقي قدام بياع التلفزيونات، اتفقنا. امي انا طالع، قومي لوصلي. وانا
لك ايه ماشي لك ازعل تعال وصلك انا بوجهك شوي وصلك يا محتال انت يلا بحاكلك والله رح حاكلك يا قطقوط ما رح يصير بلا ما يستخرجك تعال مون في حاجه تحرفي بس بوطك ومشي قدامي جبت لك الجريدة سلمى خانم شغل بالي عليك كتير والله ما قدرت نام طول الليل انحرق المخزن وما طلع بإيدي ساوي أي شيء احترقت البضاعة والمخزن كله يا حوينتو خسرت رأس مالي كله ولا يهمك بترجع بتبلش من جديد من وين كيف أصلا ما بقي معي ولا قرش حبيبي أنا بعطيك قد ما بدك ما بيصير هذا مو حل ليش حبيبي أنت جوزي وكل حياتي ولازم نكون سوا على الحلوة والمرة ولا أنا غلطانة شو رح تعملي أنت بدك تعطيني مصاري مثل أي شحاد من الشارع رح تشفقي علي ما بدي منك شي تركيني بهمي فهمتني غلط أنا مو هيك كان قصدي حبيبتي بترجاكي مو ناقصني هم هذا مو حكي من وين رح تدبر أمورك ما بعرف بهالحالة ما في داعي تعاندني خد مبلغ صغير وعمل منه راس مال أنت زلمة ذكي وما بيصعب عليك تعمل شغل وتكبره وبعدين إذا بدك فيك ترجع لي إياهم بس لازم تعرف إنه المصاري آخر همي مو حلوة بحقي فهميني على فكرة فيك تساعديني وبنفس الوقت تكون عم ساعدك كمان اللي انت بتستلمي ادارة شركتك وانا بساعدك بادارة الافرع وهيك منكون مع بعض وعم اشتغل بشرف وانت بهالطريقة بتكوني ساعدتيني وزيادة وانا بكون مبسوط بس انا من زمان رافضة اني استلم ادارة الشركات ماشي انت لا تستلمي شيء انا بدير الشركة وبهتم بفروعها كمان وبعدين عندي خبرة بهالأمور وبهالحالة بعرف حالي إني عم بكسب من عرق جبيني من فترة الشخص اللي كان عم يدير كل الأمور عني طلب مني إني أجي استلم الإدارة وأنا أصريت على موقفي بس هلأ رح أسحب الوكالة منه وإنت بتروح بتدير حصتي بالوكالة اللي رح أعمل لك إياها ليش أنا بمين فيني أوثق أكتر منك يا حياتي يا أحلى مرة بالعالم كله يا عمري ما في داعي لكل هالحساسية معي إذا أنا قلك رح يكون في شي بيغلى عليك ما في فرق بيني وبينك أنت ما في أطيب منك بالدنيا سليمان أنا طالع وقف شوي لوين؟ عندي
مرحبا، بلش الاجتماع شي؟ لا لسه، ناطرين المدير التنفيذي اللي بعته الاتحاد، بجوز تأخر شوي. تعي نقعد. على أساس تقدموا اعتراض مشان قضية العمل سليم، شو صار معكم؟ نحن قدمنا الاعتراض، والأسبوع الجاي الجلسة، والقاضي رح يرفع القرار بالاعتراض تبعنا. لا تواخذوني يا رفاق، ممثل الاتحاد هلأ وصل، لهيك تأخرنا، هلأ بيجي ومنبلش بالاجتماع. أنسي رزان كان بدنا نقدم اعتراض بقضية سليم، شو صار؟ هلأ كنا بالسيرة أنا والزملاء، ولا يهمك، الأسبوع الجاي الجلسة ورح تنحل القضية. ممتاز، تفضل. مرحبا أحمد بيك، كيفك؟ تعرفي السيد أحمد من قبل؟ آه إيه، أنا والأنسي رزان منعرف بعضنا من الجامعة. معناها بتعرف مدام نيفين كمان، لأنه كانت مع الأنسي رزان بالكلية ورفيقتها كمان. صح أنسي رزان؟ ايه صح، مزبوط كلامك. أنا ومدام نيفين ما التقينا من قبل، ما بعرفها، لو شايفها بالكلية كنت تذكرتها أكيد. تفضل تفضل أحمد بيك، ارتاح. مرحبا مدام، أنا أحمد. أهلا وسهلا، أنا نيفين. ارتاحوا يا رفاق. موضوعنا بخص الحكومة اللي عم تكبس النفس على الطبقة العاملة، هذا كله طبعا بسبب توجيهاتنا السياسية للعمال، لهيك مهمتنا نحن إنه ننهي هذا الحصار يا رفاق بالمؤسسات والمعامل والمشاغل والشركات والساحات، ومع كل هاد نحن لازم نكون على أتم الاستعداد كرمال نقدر ندافع عنهم. هذا هو موضوعنا اليوم. جميلة، كيف صرتي؟ أحسن؟ منيحة، أنت كيف صرت؟ منيح. يعني كيف وضعك؟ أحسن بكتير، عم باخد الدواء، صرت منيح هلا، بس صدري لساته عم يحرقني والسعلة ما تركتنا. وأنا كمان. شكرا لأنك أنقذت حياتي، يسلم. شوفي، ما بعرف، قلتي يسلم. بالله عنجد، ظاهر إني غلطت، وهالشي بيضحك يعني؟ ماشي، لا تعصبي يا عمري، شو عملت لك؟ شو هالحكي اللي عم تقوله عمري؟ أنا ماني عمرة. ما في داعي تتضايقي هيك. اسمع لقلك، أوعك تاخذ وشي زيادة وتتمادى. جميلة، لك ليش عم تصرخ بنص الشارع؟ جميلة جميلة، شوفي. شكرا لك جميلة. على شو؟ لو بتعرفي قديش مشتاق لها. مين؟ الخناية اللي بيناتنا. روح اتخانق مع مرتك احسن لك يا غبي. يا غبي.
الو سنترال، ايه بدي تعطيني رقم من عندك. تلاش اغلو جروب. ايه تلاش اغلو. شكرا لك. انت بدك تعملي فطور ولا ما بدك؟ فطور مبلا رح اعمل. عشو ضحكت؟ ولا شي. ولا شي؟ يلا خلينا نفطر. نيفين، نيفين، مشان الله لا تعملي هيك، شبكي اصحي بقى. نيفين لا تجني، خلص اصحي لحالك. نيفين الله يوفقك. الو مرحبا مصطفى. اهلين سلمى خانم، كيفك؟ انا منيحه. انا حابه احكي معك بموضوع. تفضلي. مو قلت لي مشان استلم اداره الشركات واصريت علي كثير؟ ايه مزبوط مدام. رجعت فكرت بالموضوع ليكون. ايه فكرت كثير منيح، وبصراحه رايك كان بمحله. ضروري حدا يستلم الاداره. ايه نعم، ولهذا السبب أسهمي بالشركة بدي أرجع أستلمها كلها، ورح وكل جوزي كينان بيك بدالي فيها. ألو؟ إيه ألو ألو مدام، يعني اللي بتشوفيه مناسب أنا بساويه؟ بدي منك تزبط لي كل الأمور على هالأساس وخلص لي الأمور القانونية. حاضر مدام منخلصها. يلا بخاطرك. مع السلامة. كيف؟ مبسوط؟ حياتي هيك أحسن إلا، على القليل بحس حالي عم ساوي شيء كرمال هالعيون الحلوة. أنا ما بدي إلا سعادتك. سلمى خانم، أنا آسفة، البراد الجديدة وصلت. آه وأخيراً،
شوفك بعدين حياتي. ألو برهوم. شوفي مش الحال. كيف يعني؟ سلمى خانم وكلتني بأسهمها وسلمتني إدارة الشركات. عن جد؟ ورح بلش. بس يا حبيب قلبي ما بكفي تاخد أسهم سلمى خانم على الحل، لا تنسى في جميلة خانم كمان. أنا اسمي كنان وما حدا بيقدر يوقف بوشي. الو جميلة خانم موجودة؟ طلعت؟ طيب برجع بتصل مرة تانية. نيفي؟ نيفين نيفين شبكي بنتي مشافة قدامي؟ لوين رايحة؟ شو صاير معي؟ مو صاير شي، انتي وين رايحة؟ أنا نازلة على السوق لشوف عثمان ونشتري تلفزيون. منيح، المهم يكون مبسوط. يا روح أمك، انتي شبك؟ ها؟ أمي أحمد رجع له. هو هون. شفتيه؟ اليوم التقينا باجتماع بالشغل عنه. امي شو بدي اعمل؟ حاسه حالي ضايعه. خليكي قويه، لا تخلي غسان يشوفك بهالحاله. فوق كل شي غسان عازمني على العشاء برا، وانا بهالحالة كيف بدي روح معه؟ يا ما بدي شوفك ضيفة، وروحي مع جوزك على العشاء، ولا تشغلي بالك قدامه بشي راح وانتهى من زمان. فهمتي؟ بخاطرك امي. روحي تأخرت غصب عني، شو أعمل؟ يلا تعي. انتي اللي تعي، يلا. أوه تفضلوا يا خانم، أهلا وسهلا. شكرا لك. بدنا تلفزيون من عندك. اجيتوا على المحل المناسب، التلفزيونات اللي عندي أصلية وما رح تلاقي منهم برا. ليش حضرتك اللي عم تصنعه؟ لا مدام، أنا بس ببيعهم، بس أنا ما ببيع إلا شي اللي منيح. مثلا هذا بنصحكم فيه كتير، فيه 7 قنوات. ليك إذا كبستوا هذا الزر بتقدروا تطلعوا محطات جديدة، بس هلا ما عنا غير قناة واحدة طالعة عنا، والقنوات الثانية عن قريب رح يبلشوا يطلعوا. يعني بيناتنا الحكي، أنا بعرف من أخي لأنه بيشتغل بالإذاعة، هو بيجيب لي الأخبار، والموضوع بيرجع لإلكم. شوفي هذا نوع ثاني. العم عم يشتروا تلفزيون؟ في هاد كمان ظريف بنصحكم فيه. هاد جاية. أمي
شوفي ليش هيك فايتة حدا لحقك لهون؟ ست جميلة وابنها عم يشتروا تلفزيون، شفتهم بعيوني. كمال! شوفي يلا قوم خلينا نروح. لوين؟ لعند بيع التلفزيونات. بس نريمان امشي. نيفين طالع بتجنني. شكرا غسان. هزار نحن طالعين. بتكون جاعت هلا، طعمية اكلاتها ونيمية ماشي. ايه لا تاكلي هما يا خانم. نمشي؟ نمشي يا حبيبتي. انا يلا شو صار معكم؟ يمكن هنيك أحسن. تعال 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 هون مكانه أحسن. انتبهوا بعدني ابني. ايه شوي شوي هون. ايه هون أحسن. هون أحسن بكتير. تمام.
شو وين الصورة اللي بتطلع فيه هاد؟ ليكون خربان. شو؟ طولوا بالكم، لسه ما زبطنا الانتين تبعه، بده يطلع حدا على الاسطوح ويوجه الانتين باتجاه تل جامليجا، ماشي؟ اجباري بدنا نوجهه على تل جامليجا؟ ما بيصير نوجهه على التل القريبة من هون؟ لا، لأن الإرسال من هني. واللي فيه شو عم يعملوا بجامليجا؟ مو اللي بالتلفزيون. نحن ما بنفهم بهالشغلات أخي، أنت طلع على السطح ووجهه مثل ما لازم يتوجه. لا، أنا بخاف من الأسطيح، خلي أنا بدوخ، وبيوجعني راسي، هي جبت لكم التلفزيون ووصلت لكم الأنطين، وظبطت الشرايط ما بقى إلا حدا يطلع على الأسطوح يوجه لكم إياه، يلا اسمحوا لي هلا. بس لحظة أخي نحن. شبه هاد؟ ليش هرب هيك كأنه رح نقتله؟ مين هلا رح يطلع على السطح؟ شو؟ أنا؟ على السطح؟ بتمنى والله، بس أنا كمان بخاف. لا، لا تحلموا، أنا ما رح أطلع. افتلوا افتلوا كمان كمان، افتلوا لك، افتل افتل شبك، افتلوا كمان كمان كمان، لسه ما طلعت صورة، افتلوا. بدك حاجة تقولي لي افتلت الراسي وأنا واقف هون؟ صوروا بالكم شوي. لهلا ما في صورة، افتلوا كمان. لك افتل افتل افتل، ما بدي افتل شو يا الله. راحت الصورة. ايه ما زبط بالمرة. ايه فهمنا، من شوي طلعت الصورة بس هلا غباش. رجع افتلوا افتل، وجهه عتلة جامليجا. ليش وين هي التلة البطيخة اللي اعرف وجهه عليها؟ ما بعرف، البياعة اللي نوجهه عليها. شان الله لا تخلوني جنوا لحق له ولحق للتلفزيون تبعكم. ها؟ ما تخليه يتحرك من مكانه هون. تتحرك، واقف 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 مثل ما هو. ايوه sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Every time she's gone away. بتحبي نرقص؟ ما بعرف. انت شو بدك؟ قوم نرقص. And no sunshine when she's gone, and it's hard to say goodbye. Any time she goes away. شبكي نيفي، جبتك لهون مشان تنبسطي وتغيري جو، بس مو شايفك مبسوطة. مو رايقة. بعتذر منك. شو اللي مضايقك؟ حبيبتي شبكي احكيلي. شوفي نيفي، خلينا ألو؟ أنا آسف إني أزعجتك بهذا الوقت، بس اتصلت على المشغل وقالوا لي إنك طلعتي. ولا يهمك، تفضل. اتصلت سلمى خانم،
وقالت لي بلش بالإجراءات مشان ننقل الوكالة لاسم زوجها. سحبت الوكالة منك؟ اي نعم. المشكلة نحن ما بنعرفه لكنان بيه، وبصراحة توكله على أسهم سلمى خانم واستلامه إدارة الشركة الأساسية بيخوفني كتير على أسهم حضرتك، لهيك بترجاكي مرة تانية لو سمحتي رجعي فكري بشكل جدي أكتر وانضمي لأعضاء مجلس الإدارة لتقدري تهتمي بأسهمك بهالفترة، وبكل الأحوال ساوي اللي بتلاقيه مناسب لك. خير؟ حابة اطلع امشي شوي. وين؟ بالسوق وهيك. معك مصاري؟ في شوي. يسعد صباحك. وصباحك. في شي اخبار عن مراد؟ للاسف لا. طيب سهيل وين؟ اليوم راح على الشغل، بجوز بمكتبه. زودها كثير معي. حلو هالمكان. وين قاعة الاجتماعات يا آنسة؟ من هون، تفضل. تفضل يا بيك. بس فيني اعرف مين حضرتك؟ كنان، اسمي كنان، ومن اليوم ورايح احفظي اسمي منيح لانه رح نلتقي كثير. امرك كنان بيك. ما بتعرفوني بس أكيد رح تعرفوني منيح مع الوقت، ومن أولها بحب إلكن، ما بسمح لحدا فيكن يعطي قرار بدوني، لأنه أنا اللي بقرر مو أنتم. أنا وبس. ما سبق لي بشيء. عفوا، مين حضرتك يا بيك؟ كنان جديد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا فيكم. ولمعلوماتكم انا المسؤول عن اسهم سلمى خانم. بس مين حضرتكم؟ انا خليل، خليل جاكر. انا سامي باكوز. على كل عندي فكره، لاني سائل على كل واحد هون، وبعتقد انكم اصحاب الأسهم الصغيرة بالشركة. تفضل ارتاح.
وبلش بالاجتماع. بس نحن ناقصين. الوكيل مو هون. سلمى خانم أسهمها بالشركة 45% وأنا بنوب عن حضرتها هون. خليل جاكر أسهمك 2%، سامي باكوز كمان أسهمك 2%، وللوكيل في 2% باسمه، وبنوب عن 49% من أسهم جميلة كارجي. وهلأ بما أنه مانو موجود رح أبتدي بالاجتماع، وبما أني صاحب أكبر أسهم هون رح بلش بالاجتماع.